إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، على بركة الله تعلن انطلاقة شوط الختام، وهو الشوط 22 والمجمل أشواط هذه الفترة الصباحية الخاصة لسن الحقائق، والمسافة هي 2 كيلومترات. نتابع مشاهدي الأعزاء مجريات هذا الشوط، ونتابع الباسلة على البداية والمقدمة للسيد جار الله بن حمد بن جار الله النابت المري على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني اللي غيرت احتلت المركز الأول غصب لسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت، يتواجد شعاره وينطلق مع البداية، بينما ثالث المراكز وثالث التحديات تحمل رقم 53 لحظات بالوفيكم بمعلوماتها، بينما المركز الرابع نتابع ريماس خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية، يتواجد مشاهدينا الأعزاء على مستوى رابع المراكز، بينما المركز الخامس نتابع مشاهدينا الكرام وأيضا هنا الوصول والانطلاق من خلال هذه التحديات الكبيرة اللي تحمل رقم 27 شعار بن ثلاب القادم بتحديات هذا الاسم الكبير والمعلن لهذا الانطلاق مع الوارية ثالب ثلاب بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، يتواجد مع خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدين الكرام للمراكز الخمسة الأولى، ونذهب إلى ركب الصدارة إلى شعار بن بخيت. يا سلام الله على هذه الانطلاقة، هذه غصب مشاهدي الأعزاء، غصب مع البداية تنطلق بمقدمة هذا الشوط. سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت يتقدم على البداية، يعلن تواجد غصب على المقدمة، ولكن المركز الثاني، المركز الثاني اللي تحمل رقم 53 قادمة بكل قوة، شعار الدعية من واقع الشعار، بينما المركز الثاني الثالث نتابع وصول مميز وانطلاقة جميلة مشاهدي الأعزاء من قبل العنود مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، وكذلك شعار العطية القادم مع رابع المراكز، وأيضا وصول مميز من الباسلة على خامس المراكز، ولكن غصب مع البداية، غصب مشاهدي الأعزاء تحسم شوط الختام، وختامها مسك بإذن الله تعالى مع غصب وشعار آل بخيت يتواجد مع المقدمة. سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت المري يعلن التواجد ويعلن التحدي في الأمتار الأخيرة بهذا الحضور المميز مع غصب ما شاء الله تبارك الرحمن، فارق مستحيل ما بين المركز الأول والثاني، ولكن خلاص يا آل بخيت الناموس يرعى الغشاميات على هذا الفوز المميز. تهانينا والناموس لمالك غصب سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت المركز الثاني، الوذنة المسعود بن عبد الهادي بن مسعود بن قطامي، بينما المركز الثالث جاءت في مشاهدي الأعزاء العنود لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، المركز الرابع جاءت في مشاهدي الكرام شعار الدعية على مستوى رابع المراكز وخامس المراكز، جاءت في مشاهدينا الكرام ريماس لخليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. إذن مشاهدي الأعزاء تهانينا والناموس لمالك غصب من فازت بناموس هذا الشوط وتسجل هذه النقطة المميزة في هذا السباق المحلي الثاني. تهانينا والناموس لمالك غصب سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت، حضر في هذا الشوط ليسجل هذا الناموس المميز باسمه وبشعاره الكبير الذي دائما حاضر في المنافسات والتحديات الجميلة على أرضية ميدان الشحانية. هذه غصب لحظات الوصول إلى خط النهاية، وتعلن التوقيت الزمني 2:49 96 جزء من الثانية، تحطم التوقيت الزمني تحت أقدام غصب. سلام يا آل بخيت، سلام على هذا الأداء الرائع. المركز الثاني حضر شعار بن قطامي مع الوذنة مسعود بن عبد الهادي بن مسعود بن قطامي المري، التوقيت الزمني 2:53 و45 جزء من الثانية، تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث حلت فيه مشاهدي الأعزاء العنود لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، التوقيت الزمني 2:53 و61 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. تابعنا المنافسة.